هل بتتابع مباريات الأهلي في مصر كرة القدم؟ I watched some games, تابعت بعض المباريات ولكن لم أستطع متابعة الكثير منها. في حد لفت نظرك من لعيبة النادي الأهلي فريق كرة القدم يعني؟ ولا مش فاكر الأسماء صعبة؟ No, I have big problem. لا أنا لدي مشكلة في تذكر الأسماء للأسف ولكن أنا أحب الاستراتيجية وأحب أن أتابع الاستراتيجية التي يلعب بها الفريق وتنظيم الفريق. أعتقد برغم أني أعرف أن الأهلي كان يعاني في بعض المباريات ولكن لديها الكثير من الإنجازات، أحرز بطولتين أو بطولات عديدة في أفريقيا وبالتأكيد هو فريق كبير تحت قيادة موسيماني. السنة اللي فاتت يعني نفس الكلام اللي حضرتك قلته فيه ان انت ما عندكش وقت للاحتفالات. السنة اللي فاتت النادي الاهلي كان تقريبا كل شهرين بياخد بطولة، السنة اللي فاتت اللي هي عدت خلصت كان كل شهرين تقريبا بياخد بطولة، فلما كنا نيجي نحتفل باللاعبين ما كناش بنلحق، فتقريبا نفس الوضع ان هو خلصت بطولة خدت بطولة. بطولة افريقيا مثلا النادي الاهلي لما خلص بطولة افريقيا لكرة القدم خلص بطولة افريقية رجع كان عنده ماتش في الدوري، فنفس نفس الكيس تقريبا او نفس الموضوع بيحصل في السله وبيحصل في الكوره. Yes, نعم انه مماثل للغايه، فانا دائما اقول هو بالتاكيد الافضل ان تفوز في البطوله الاخيره في الموسم لتذهب في عطله الصيف بمذاق حلو. فانا حدث ذلك في برشلونه عندما فزنا بالبطوله الاوروبيه في 2010 ولكن كان ذلك في مايو، وبعد الفوز بهذه البطولة بعد يومين كنا نلعب في بطولة أخرى ولم يكن هناك وقت للاحتفال. ولكن على الجانب الآخر إذا أنهيت الموسم بتحقيق البطولة الأخيرة فهذا يكون أفضل.